بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. في هذا المقطع مثل ما عودتكم راح نكشف صراحة عن الأجزاء الداخلية لوحدة الويست بوينت طن ونص نظام غاز 410. زين، طبعا يا حبايبي الله يحفظكم، هذا رقم الموديل WSN-1823 ما ادري شو. زين، والباركود موجود هنا، اي سي سبليت ار تي 3 روتري. زين، وهذا تقييم الجهاز. زين، على النظام الجديد. زين، 15300 بي تي يو على تي 3 و 3520. ممكن خلال اليوم او خلال 4 ساعات او 8 ساعات من التشغيل. زين، طبعا فتحنا الكرتون. عندك هذا المواسير، او مو بالمواسير، هذا هوز التصريف، سوري. زين، ريموت ستاندرد، ريموت هذا نفس الوحدات الثانية. زين، طبعا صيني، صنع الصين الجهاز، طبعا تقريبا مصنع واحد فقط، المسمى راح يكون مختلف. كتيب التشغيل مع بطاريات. طيب، طبعا بالعربي والانجليزي، ما في كود اخطاء، مو باخطاء، الكود اللي اعطاه لا يوجد. زين، في هذا الكتيب كيبل تقريبا 5 متر ممكن. زين، كيبل جيد صراحة، 1.5 mm. اوكي، بتوصيلات 3، حار وبارد وارضي. التركيب، الوحدة الداخلية هذا شكلها. ايضا الوحدة الداخلية فيها كيبل، طبعا هذا الكيبل راح يركب على مفتاح لنظام التشغيل من الوحدة الداخلية. فيها هوز، زين، تصريف، ايضا فتحتين على اليمين واليسار، المواسير مثل ما تعرفون ربع ونص. والوحدة الخارجية راح تحصلون فيها النت، او اللي يسكر، او اللي يدمج المواسير الخارجية مع الداخلية. الوحدة من الخلف، زين، نقطة التوصيل على اليمين وأيضا على اليسار. وهذه مثل ما تعرفون المواسير، وفي غطاء هنا. دائما قلت إذا تبغي تفك الشبكة المبخر، الغطاء هذا اخلعه، لا تخليه موجود. من الأعلى شكل الوحدة من الواجهة. زين، أطوال طبعا طول الوحدة حدود 94 سنتي. زين، وارتفاعها او عرضها خذ اللي بتختاره، تقريبا 30. زين، والعمق مالها تقريبا 25. زين، 25 بعد 23. زين، 23.
نفس كل الوحدات الصينية، فيها شاشة زين في هذه المنطقة، فلتر أيضا مكتوب عليه أنتي بكتيريال، زين فلتر جيد كبير صراحة. زين نفس الوحدات الصينية، فلترين، عرض الفلتر تقريبا في حدود 31 أو 32، والطول في حدود 37 أو 36.5، جيد. هذه الشاشة طبعا، أنا هذا الحساس، حساس البرودة للغرفة، حاول دائما أن يكون نظيف صراحة، راح يكون من السهل أنك تنظفه للأمانة يعني، فقط عليك أنك تمسحه. طبعا هذا الموجه الأمامي للهواء، وأيضا في موجه داخلي أيضا على محرك زين بلاستيك، نحرك في هذه الجهة، وهذا الموجه تقريبا نحرك في هذه الجهة. غطاء الكهربائي موجود على الغطاء من الداخل، طبعا هذا مخطط البورد، وأيضا توصيل الأسلاك الوحدة الداخلية، تلاحظون هنا في تمبرتشر سنسر الحساسات. طبعا هذا محرك الموجه الأمامي، وهذا أيضا محرك الموجه الداخلي زين. ونظام التشغيل من الوحدة الداخلية مثل ما قلت تبريد فقط زين. هذا حساس المسير، هذا الشبك او المبخر الداخلي مطلي بلون ذهبي، طبعا هذا مجرى تصريف الامامي زين، وهذا الفتحة هنا بالداخل، وايضا في فتحة هنا اوكي، وهذا مجرى التصريف الخلفي زين. البعض ممكن يشتكي يصير عنده تقطير بسبب انسداد في هذا المجرى، لان الجهاز يكون فيه مجريين أمامي وخلفي، هذا الخلفي طبعا. طبعا علبة الكارت الداخلي لتشغيل الوحدة الداخلية، هذا الكارت من الداخل، تقدر تطلع الكارت، تفصل وصلت المروحة، وايضا وصل تشغيل الموجهات، راح يطلع معك الكارت من داخل هذه العلبة، هذا هو الكارت زين. فيوز الداخلي هذا 3.15 3 امبير فيوز، وهذا طبعا ريلي التشغيل. الزر هذا زر التشغيل زين، في حالة مثلا عندك ضاع ريموت او اخترب. توزيع القاس، هذه طبعا مكونة من 4 مخارج زين، وهذا شيء جيد، واحد في الاسفل يمرر القاس هني، واحد في المنطقة هذه الوسطية، كان المفروض يحطون 2 صراحة يعني، واحد هني واحد هني راح يكون أفضل زين، لكن حطوا 2 في الخلف زين، ممكن عشان الهواء زين ينسحب أكثر من هذا المنطقة ويدخل في هذا المنطقة، وبالتالي حطوا 2 في الخلف، 2 1 1، وأيضا الراجع فيها 1 2 3 لازم يكون فيها 4. لإخراج المبخر تحتاج إلى فك
برغيين هني، وهذا برغي، وأيضا مثل ما قلت يكون القطع هذا منزوع. في عندك هني الداخل هذه، شوفوا التوصيل هذه زين، هذه افصلها بسكروب خرج بالكامل. المروحة الداخلية هذه طبعا زعانف هذه زرقة زين، تفتح او تخلع هذه البراغي زين، مروحة تنفك من هالمكان، تشوفون هالفتحة ممكن تطلع الريشة هذه. طبعا هذه القاعدة او الربلة في هذه الجهة، فاتسحبها تطلع معك المروحة. هذا الشكل هذا المحرك، طبعا المحرك جيد دي سي صراحة، يعني راح يقلل مستهلاك الكهرباء ويعطيك عدة خيارات زين لقوة دفع الهواء، ولكن صغير طبعا 30 واط. الوحدات الأخرى ممكن تجي 45 واط زين، وهذه 1330 راوند بير مينت زين، وصنع الشركة هذه. هذا طبعا سكان كود بيعطيك مواصفات هذا المحرك زين، محرك دي سي شيء جيد صراحة، لأن الدي سي يقلل من صرفية الكهرباء في الوحدة الداخلية، وأيضا عمره أطول من الاي سي، ولذلك تحصلون الكارت هذا ما فيه مكثف يعني كبير زين، مكثف صغير زين، أشياء بسيطة. عيد وكرر زين، دائما انتبهوا لنظافة مجرى تصريف الوحدة بالأمام، وأيضا مجرى التصريف الخلفي، لأن الكثير يشتكي صراحة عن التقطير والتنقيط، ويكون سببه صراحة اتساخ هذا المجرى زين، لأن المجرى مثل ما تشوفون يمر زين وينزل من هنا مع التصريف هذا، او يروح مثلا مع التصريف هذاك. لكن المشكلة في هذا النوع الله يحفظكم امانة، يعني هذه ملاحظة مهمة اكتشفتها الحين صراحة، لان بعض الوحدات او بعض الشركات صراحة تعطيك خيار التصريف من الامام سوري من اليسار زين، او ايضا من اليمين اوكي من اليمين، لكن هذه او هذا الجهاز صراحة زين ما في هذا الجهاز وين في وين في هذا الجهاز صراحة في حركة عجيبة وغريبة زين. ما هي الحركة العجيبة والغريبة؟ يعني اذا انت وضعت طبعا هذا هوز التصريف يكون على اليسار، لكن اذا انت قررت وضع هوز التصريف على اليمين زين، راح هني في فتحة اشغل لكم الاضاءة زين، هذه في فتحة زين، هذه الفتحة الصغيرة، الفتحة الصغيرة هذه ايضا مشكلة اذا انسدت، لان هذه الفتحة الصغيرة اللي احفظكم فقط للتنبيه زين، متصلة صراحة في هذا المنطقة تشوفونها، هذه الفتحة هي نفسها الفتحة هذه هنا، شوفوا هذه الفتحة، اذا انت وضعت الهوز من هذا الجهة يعني في هذا المكان راح تكون متصلة هنا اوكي زين، والاتصال راح يمر الماي راح ينزل يمر في سلوب، تلاحظون في سلوب من الشركة اوريدي سوته، انت طبعا حاط ميلانك هناك، راح يروح ينزل من هالجهة اوكي، ويصب من هالمكان في هذا الفتحة زين.
يعني إذا كان عندك ميلان، أو مو ميلان، إذا كان عندك تصريف من جهة اليمين مواجهة، يعني مقابل من جهة اليمين، فأحيانا ممكن تكون عندك مشاكل في التصريف. زين، لأن هذه في فتحة وأيضا هني في فتحة. أوكي، عكس يوم يكون عندك تصريف يكون مباشر من اليسار، يعني من هالجهة. زين، ما راح تواجه مشاكل كثيرة. ليش؟ لأن الماي راح ينزل مباشرة، أوكي، ويمر من هنا، يمر مباشرة من هالمنطقة. هالمنطقة مفتوحة أكثر، تلاحظون المنطقة هذه مفتوحة أكثر. أوكي، فانتبهوا لهذه الأمور. أحيانا صراحة البعض يشتكي، والسبب صراحة إن في شركات اخترعت لها 20,000 فتحة، يعني فتحة الخلف، زين، خلف الجهاز يعني، وفتحة من الأمام، وفتحة من داخل، وفتحة في كل مكان فتحت. زين، راح ناخذ قياس طول الريشة هذه، الهواء 71 72 ستاندرد، عادية، نفس الوحدات العادية صراحة الصينية. لكن أمانة اللي عجبني فيها المحرك DC، ولم يعجبني فيها طريقة التصريف، خاصة إذا كانت من جهة اليسار، سوري، من جهة اليمين. لكن من جهة اليسار ما عندك أي مشاكل، جهة اليمين ممكن راح تكون عندك مشاكل بسبب وجود هذه الفتحات. قياسات هذا المبخر، نشوف وضع من الأعراب. عبارة عن تقريبا V شيب، هذا يسمونه V شيب. زين، مكون من 3 قطع، واحدة أمام، واحدة في الوسط، واحدة في الخلف. زين، طبعا الأمامية راح تكون أيضا 72. زين، تقريبا 8 سنتي أو 9 سنتي، وهذه أيضا راح تكون 72، ولكن راح تكون تقريبا حدود 12 سنتي. والداخلية، زين، هذا الداخل أعتقد راح تكون أيضا نفس الشيء، لكن ممكن راح تكون تقريبا نفس الشيء، تقريبا 12 سنتي، تقريبا 12. زين، يعني كبيرة شوية. مثل ما قلت، 2 مغذي في الخلف، 1 في الوسط. زين، تشاهدون 1 في الوسط، هذه طبعا الشجرة، 4. زين، 2 في الخلف، 1 في الوسط، 1 في الأمام. زين، وأيضا الراجع، زين، راح يكون 2 1 1. واحد هني حطوا 1، ما حطوا 2. زين، يعني الراجع في الخلف خلوا 1، وفي الوسط خلوا 1، ولا في الوسط خلوا 2 2، خلوا في الراجع، وفي الأمام خلوا 1. تقريبا الغاز راح يظل في هذا المنطقة أكثر شيء، وبالتالي راح تحصل على تبريد جيد. زين، هذه كانت طبعا شرح تفصيلي، وحدة جيدة، زين، مقبولة صراحة بالنسبة لي أنا، مقبولة وجيدة. زين، نظام الوحدات الجديدة، أوكي، ويست بوينت 1.5، غاز 410، طبعا مقبولة بناء على الوحدات الصينية، زين، الشركات الصينية. طبعا حبيتها بسبة المحرك، زين، اوكي، محرك حلو. نشوف وحدات اخرى ان شاء الله، هل المحركات دي سي، زين، او اي سي. الدي سي طبعا افضل، يكون يعطيك صوت هادي وعدة خيارات من السرعة، ممكن يكون عندك سوبر كوايت، لو، ميديوم، هاي. زين، يعني يعطيك عدة خيارات صراحة، ممكن تكون عندك 4 أو 5 سرعات تقريبا في هذه الشركات. تكون عندك كوايت، يعني هادي بدون صوت، هذه طبعا ما يكون فيها صوت مزعج لأنها دي سي، ويكون فيها لو، هواء خفيف، وميديوم، متوسط، وممكن يكون فيها هاي، وممكن يكون فيها أيضا جت أو سوبر هاي، يعني
أقصى قوة، زين، أو قوة دفع هواء ممكن تحصلها عن طريق هذه المحركات الدي سي. وأيضا عطالها يكون بسيط، ما تعطل بسرعة، عمرها الافتراضي أكبر أو أطول عن المحركات الدي سي. زين حبايبي، أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محبكم. أشوفكم على خير إن شاء الله.